فرقه القطر الاهلي يروح يكسب 4-5 وبتاع. هو لازم يكسب السكور كمان. لما لسه اقول لك السكور عشان يفتح لك اوبشن تاني، لانه الناس كلها بتتكلم يا كريم قبل بقى ما نروح للعيوب بتاعه القطن. ليه الاهلي لازم يروح يكسب ويجيب اهداف؟ لانه قبل بدايه الجوله الخامسه الاهلي عنده ماينس 1، يعني فارق اهداف ضده بهدف. فرقه الهلال السوداني بفرضيه، الفرضيه الوحيده اللي تاهل النادي الاهلي ان الهلال السوداني ما يكسبش، اما انه يتعادل او يخسر، ثم الهلال السوداني هيلاعب الاهلي في القاهره، فخلي مباراه القاهره على جنب. فالهلال السوداني عنده بوزيتيف 3 او عنده 3 بالموجب، والاهلي عنده ماينس 1. فانت لازم قبل ما تيجي تلعب هنا توصل على الاقل لرقم 2، يعني لازم تكسب بلس 3، يعني الاهلي يكسب 3-0 او اكتر قدام القط. ليه؟ علشان يتجنب السيناريو الوحيد الناس كلها بتتكلم عليه، 1-0. بس ده انت بتتكلم اصل مش تخيل لما نروح للزمالك انت عايز 1-0، احنا عايزين مدير فني الناحيه الثانيه عشان يا جماعه انت عارف اللي هو واحد بيقول لك ايه، والله مشكلتي والله بس ايه مش قادر العربيه الجولف كار الدراعي يا جماعه، في ناس واقفه في الشمس هتموت مستنيه الاوتوبيس. تمام. عشان لما لو قدرت تكسب 3 فيما اكتر فانت هنا مش مطالب انك تكسب اكتر من 1-0، 1-0 تاهلك. حلو. 1-0 امال الهلال السوداني تاهلك. انا مش عايز ارجع للقطن تاني عشان اروح للزمالك وشباب الوداد، وشايل سؤال في صدري لاسلام عزت قبل ما يجي، فعايز اقوله له ماشي. ايه تاني عن القطن؟ القطن الكاميروني فرقه عندها مشكله كبيره جدا في عمق الملعب. عندهم مشكله كبيره جدا ما بين السنتر باك والباكين، يعني سواء سنتر باك ناحيه الشمال والباك ليفت او سنتر باك ناحيه اليمين والباك رايت. نعرض الحالات بتاعه الاهداف اللي دخلت فيهم في القطن كلها من العمق. الاهلي في القاهره سجل من العمق، سواء من الاختراق بتاع احمد قندوسي وراسيه، سواء الكره بتاعه محمد شريف من عمق الملعب كره طلعت على الجناب وبعدين جمعت تاني جوه الملعب، سواء الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي في القاهره، الثلاث اهداف من صن داونز في العمق، كل الاهداف بيستقبلوها من العمق. عندهم مشكله كبيره جدا في الديفندرين الاثنين، مركز 6 ومركز 8 عندهم مشكله كبيره، ما سايبين الملعب مفتوح تماما، الاثنين دايما بيندفعوا هجوميا او بينزلوا في قلب الاربعه، في الاربعه بيبقوا فلات بباص واحد بيعدي منهم الباص وبيتم اختراقهم، وده في كل المباريات قدام الهلال قدام صن داونز قدام الاهلي في القاهره، عندهم مشاكل كتير جدا جدا في العمق. فالاهلي سلاحه بمنتهى البساطه ده ما عندهمش حاجه اصلا. شايفه مندمج معاك قوي وانت بتتكلم وبتاع، عايز يقول لك يا ابني مفيش حاجه ما عندهمش حاجه. انت عندهم ايه؟ قال لك هم كام مشكله كده واخدين، ما عندهمش حاجه اصلا، بس لو شلنا الكلى والقلب والكلى بس ان شاء الله هيعيش ممكن يعيش. فلا فهم فرقه سهله الاختراق جدا من العمق. اعتقد ان كولر لما قبل نرجع تاني بقى للاهلي بعد ما نتكلم على بلوزداد والزمالك، كولر مركز جدا مع اللعيبه على الاختراق من العمق، ومركز جدا مع اللعيبه انه نفس اللي حصل في مباراه الذهاب يحصل في مباراه العوده.